انا عبد الله البوطي جندي متقاعد عسكري. المشكل تاعي وهو السكن تاعي حضري غرب مدينه تازة البحرة بدون ماء وكهرباء، والسبب لان الارض اللي كتجاورني مالها ما إلنا واحد كيمسح فواريس كيمسح فواريس كيقول لي مي شكون اللي غادي معاك التزام باش تغسل العمود الكهربائي او الخيط يدوز للمنزل تاعي، وهذا لا يمكن بان منزل حضري بدون ماء وكهرباء. انا كنطلب من المسؤول لازم بخير كما يوقفوا ويشوفوا هذا المشكل تاعي. انا ساكن تاعي ما هو حضري ما هو قروي، اما يرجعوني قروي والا كنت انا حضري يشوفوا المشكل ديال الماء والكهرباء. شحال هذه دابا انت شحال من سنه؟ هذه تقريبا اكثر من 15 سنه والسكن تاعي بدون ماء وكهرباء. ما عندك تلفازه؟ ما عنديش تلفازه، ما عنديش ثلاجه، الحاجه الكترونيك ما عنديش. انا ولادي ما كيعرفوش التلفازه كي دايره، ما كيعرفوش الثلاجه كي دايره، الناس كتشعل الضو انا ما كنشعلش. وملي كتكون عندي شي مناسبه ما عدا الجيران ديالي كيعطيوني ذاك الخيط مؤقت مده ليله جوج ليلات ثلاثه اللي تكون يحيدوه. ولادي كيقولوا لي ابا فين مشى الضو؟ كنقول لهم السكن ديالنا ما كيتوفرش على الضو، هذا هو المشكل. عندك شي ولاد كيقراو؟ عندي الولاد كيقراو، كيحفظوا غير على الشمع، والشمع كيقطر لهم على الدفاتير وعلى الكتب، وذاك الشمع كيصد الريح كيطفيه. انا ولادي حتى القرايه عندهم ناقصه عندهم القرايه، لان بالنسبه ما كيحفظوش مزيان على حسب الاناره. ايوا اذا دابا بالنسبه لك انت واش شتي شي حل مع هاد الناس هاد الجيران هادو؟ واش هضرتي معاهم شتي شي حل من غير الجيران؟ مشيت انت مسؤول مشيتي ولا ما؟ بالفعل مشيت انا مجلس البلدي طرحت عليه هاد المشكل، قال لك انا ما عندي ما ندير لك ما عدا الا الجيران تاعك اللي في الارض يعطيوك التزام باش تغرس العمود الكهربائي ويدوز الدول عندك. بالنسبه للطريق، الطريق يعني العموميه اللي دايزه في الهيكله ديال سميتو، كتعرف انت فين كاينه؟ عطاوك شي بلان؟ وما عنديش انا حتى ما عنديش البلان، انا كنسمع بان الطريق غادي تكون دايزه من هنا دايزه في البلان ولكن صح ما الطريق غادي فوق منك ممكن؟ اي فوق مني واه تقريبا كتحد معايا. يعني تما الا دار البوطو ديال الضو ممكن انك تدخل سميتو؟ واه دابا شوف على المسؤولين البوطو فين غادي يغرسوه. واه هذا هو انا اللي كنطلب، وهو الاناره تكون شايله عندي في المنزل نتاعي. والماء حتى هو ما كاينش؟ ما عندي حتى ما عندي البير ديالي هو اللي كنشرب منه الماء البير، ملي كيوقع الجفاف كنمشي نطلب الماء من الديور. واه وكنحشم نطلب الماء يوميا بزاف، هذا هو المشكل نتاعي. على اية حال بالنسبه لك انت دابا حاليا راه هذا الموقع ديال تازة اونلاين جا كيحاورك على اساس انه غادي يوصل نعم. المهم المشكل ديالك للمسؤولين. نعم. ونتمناو انك يعني تبقى متبع معنا سميتو. نعم. حنا الا كانت شي حاجه غادي نوليو. والله يجزيهم بخير يديروا المجهود ديالهم مع هذا المنزل نتاعي. ما يمكنش بلا كهرباء، ما كاينش شي منزل عالمي حضاري بدون ماء وكهرباء، ما كاينش. انا كنطلب من هاد الاشخاص الله يجزيهم بخير كما يوقفوا معي كما ندخل الضوء للمنزل نتاعي. دابا انت محادي مع عندك الحدود مع النصارى؟ اي انا كنتحد مع القرويين. النصارى النصارى شاعلين الضوء؟ هادو شاعلين الضوء هو. وهاد الجهه شاعل انت الوحيد هنا؟ الوحيد انا اللي كنربط ما بين القرويين والحضاري اللي ما عنديش الضوء، جا في الحدود. واه زي حتى البلاد تقسمت لي البلاد، النص دخل الحضاري والنص بقى في القرويين اللي هي. القرويين. وعلى اية حال.